تنقضي الأحداث وتبقى أوجاعها مرافقة لمن عايشوها، خصوصاً لأولئك الأطفال الذين تنقش تفاصيلها في ذاكرتهم وتحفر آثارها على أجسادهم. فإلى جانب أكثر من 1300 طفل يمني لقوا حتفهم منذ اندلاع الحرب، هناك أضعافهم ممن جرحوا وأصيبوا بإعاقات سترافقهم دوماً. بحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف، نتيجة للإصابات المباشرة بالصواريخ والقذائف والرصاصات أو بسبب الألغام. كبيرة هي المعاناة التي تعرض لها الأطفال في اليمن، وكثيرة هي مسبباتها، ولعل التجنيد كان أقساها. فالميليشيا أجبرت العديد على تغيير طريقهم من المدارس إلى جبهات القتال، بعد أن زجت بالآلاف لساحات المعارك التي اتسعت، ليتضاعف أعداد من تجندوا خلال العامين 8 أضعاف بحسب رئيس منظمة سياج للطفولة. تقرير آخر لليونيسف حذرت فيه من أن سوء التغذية بين أطفال اليمن في أعلى مستوياته على الإطلاق. فآخر الإحصائيات لعام 2016 قالت إن هناك طفلاً يموت على الأقل كل 10 دقائق، فسوء التغذية بات يهدد حياة حوالي 2 مليون طفل يمني كقاتل متجول قد يفتك بهم بأي لحظة، حيث تظهر أكثر حالات الإصابة في محافظتي الحديدة وصعدة وتعز وحجة ولحج. الأوبئة والأمراض كالكوليرا والملاريا وغيرها نالت هي أيضاً من أطفال اليمن، خصوصاً في ظل تدهور المنظومة الصحية وشحة الأدوية، حتى وصل الحال لإنعدام اللقاحات الطبية، ما تسبب في وفاة العديد من الأطفال بأمراض كان يمكن الوقاية منها. فهل سينجو الأطفال من هكذا حاضر ويحظون بمستقبل لطالما تاقوا إليه؟